استاذ احمد فؤاد الجوهني المحامي بالنقد. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ناخد راي القانون بقى. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ هو انا لو انا عايزه بقى اعمل وصيتي ممكن اعمل وصيه واسجلها وتتنفذ وتبقى وصيه زي دي؟ ان انا مش عايزه حد يربي بنتي غير ان انا اسيبها في الدار، انا حره. طبعا. في حاجه اسمها كده في القانون؟ طبعا شريط انها تتوثق الوصيه دي. وطبعا يعني سواء حتى انها النهارده لو في مال، حتى المال ده عقار او فلوس في البنك، يعني مثلا لو فلوس في البنك مثلا عايز تعمل وديعه والوديعه دي تكون بتنفق على البنت، العلاقه بينها وبين البنك بتقدر تعمل التعاقد مع البنك بالشروط اللي هي عايزاها. والقانون هنا عالج المساله دي، بمعنى ان هو لو هي يعني هتورث البنت دي مال او هتوصي بيه، ايوه هيعمل لها وديعه وتصرف منها كل شهر. لا يجوز، لا يجوز لو هي اشترطت ده، لا يجوز للولي اللي هو والد البنت ان هو يصرف اي فلوس الا بموافقه. طب مين بقى يبقى الواشي؟ يعني هو خلاص هو كده مش هيصرف، انا ضمنت ان البنت مش رايحه لابوها وابوها مش عارف ياخد منها حاجه، مين يبقى الولي او واصي عليها؟ النهارده حضرتك لو هي مش موجوده القانون في سلسله للوصايا اللي موجوده اللي مين بعد بقى؟ بعد الست. يعني مثلا النهارده الاب نفسه هو المفترض والي. ما خلاص بقى خلصنا من الاب. مانع عنده، هو ده احنا مش بنحجب عنه الناحيه القانونيه ان هو يكون ولي. ولكن النهارده هو بيبقى الولي او الوكيل القانوني على القاصر الا اذا في مانع من موانع ان يكون يفضل ولي على القاصر. ما ادينا قلنا واحنا كده هنثبت بالقانون انه هو لا يصلح. بالظبط كده. ان هو ما رباش وخلف وعمل. طب مين بقى اللي تروح للولايه بعد كده؟ انا عايزه اطمن على البنت يعني كليا. بتقدر عشان طبعا الظروف دي تلجا لنيابه الاسره، بتقدم لها طلب بالمضمون ده وبالكل اللي هي عايزاه بالشكل القرارات بتاعتها، وبتكون نيابه الاسره هي اللي بتتولى الامر ده. في بقى جهات قانونيه هي اللي تتولى الامر ده. طبعا. حلو جدا. وكمان وبتحظر على الاب ان هو يتصرف في اي مال للبنت القاصر دي الا بموافقه النيابه. هسالك برضو اخر سؤال يا استاذ احمد. وسؤال هو تريكي جدا، عمال اسالكم كلكم اسئله هي استفتي قلبك يعني عارف اللي هو تك تك تك. رايك ان الراجل ده ممكن يتصلح حاله وان هي ممكن تدي له حق الولايه ولو الفلوس جت في ايده هيصرف على البنت؟ دي مساله باللي انت شفته، باللي انت شفته اكيد انت عندك خبره تعدينا بسنين ضوئيه، فانت بقى تقول لي. بص حضرتك القانون عام مجرد، يعني احنا واحنا بنعمل المشرع وبيحط على قانون ما بيحطش في القانون لحد معين لان ممكن يكون في متغيرات فيها. فهو بتحط الراجل ده ممكن يصلح حاله، لكن هي بتحمي حاجه القاصر عشان لو الراجل ده اصلح حاله يبقى خير. قلبك بيقول لك ايه وعينيك شافت ايه في المحاكم يا استاذ احمد؟ بس بص حضرتك من الكيس اللي انت عرفتها هي كده كلها، القضيه دي كلها المنطق والطبيعي ده اب. قد يكون مثلا في مشكله معاها او هو الراجل مثلا ممكن يكون عنده عدم قدرة على تحمل مسؤولية بنت معاقة أو كذا أو ممكن خلافه مع أمها أو بنت ليها عناية خاصة ومن ذوي الهمة. فهي بالظبط، وخاصة هي هنا عايز تسيب لها مال. يعني هو لما يعني السؤال بتاع حضرتك هو مش هيبقى مضرور من شيء، مش هتحمل حاجة، ده هو مجرد بس هيراعي بنته وهي تحملت التكاليف أمها من قبل كده. فانا اعتقد ان هو القلب بيقول ان هو ده اب في الاول والاخر الا ما رحم ربي. ده يعني انت رايك ولا لا؟ انت محامي جدا على فكره، بس انا مش هسيبك. تحافظ على حاجه البنت وتاخد الاجراءات والضوابط اللي تحمي حاجتها، اللي هي لو في حاله من الاب. لا اصل هي ولا حركه على حاجه، هي ما فيهاش ضمانات، هي تجربه مره واحده، هي ممكن ما تكونش عايشه لينا بكره. فاحنا لو قلنا يعني انا بقول لحضرتك باللي حضرتك شفته في المحاكم او ممكن تستشفه من قصه زي دي، هل الراجل ده هيدي البنت الفلوس ولا لا؟ انا اجابتي واضحه سيادتي، انا وانا بتعامل ما اقدرش اللي قدامي ملاك او شيطان. انا بعمل الضوابط ان اللي قدامي لو ملاك او شيطان ما هيحصلش ضرر.
فهي من دي وان بتقدم طلباتها لنيابه الاسره بالمضمون ده حتى مثلا والبنك، وبتعمل علاقه قانونيه عقديه مع البنك وهي بتصرف الفلوس بتبلغ بيها. بس لكن انا كنت بسال حضرتك، حتى لو هي دلوقتي احنا قلنا لها وقدامها الحلين، بس انا كان اهم اجابه عندي النهارده انه حضرتك تقول لي انه انا فعلا ممكن لو لا قدر الله انا خلفت بنت وخايفه عليها وشايفه انه اللي حواليا غير مؤهلين ان هم يربوها، ان انا ممكن اسيبها في دار واعمل وصيتي وان انا اودع البنت هناك، صح؟ بالظبط كده، وبتبلغ باباها. بس خلاص بشكرك. افرض بقى كويس هيقدر ان هو يكمل بقى طبعا، وهيقدر يحل الموضوع ده. انا بشكرك ونورتني، ميرسي جدا يا فندم، شكرا.